المحراب رائع على روعة المكان والتصميم العثماني الأصيل. بسم الله ما شاء الله، فخامة في التصميم. الهندسة المعمارية لجامع شملجة من روائع المساجد هنا في مدينة إسطنبول. المحراب، المنبر، الأعمدة، الأقواس، القبب وغيرها، وكل الزوايا هنا تعبر عن عبق التاريخ والحضارة. على الرغم من حداثة هذا الجامع، إلا أن محرابه اتخذ شكلا على نفس شاكلة المحاريب الخاصة بجوامع مدينة إسطنبول، زخرفة، بساطة، وخاصة في اختيار اللون الذهبي في العمودين وأيضا في سقف هذا المحراب. الشكل البسيط، البساطة، وأيضا بدون أن ننسى اللمسة الفنية الخاصة بالتصميم والهندسة المعمارية للدولة العثمانية.